اهلا بيكم في قناة عم محمود المنجد. استنى بقى دلوقتي الشغل ده زي انتوا شايفين عم محمود معانا. يا عم محمود عامل ايه؟ الله ينور. كنت خاطط المرتبة النهاردة؟ المرتبة النهاردة هو احنا النهاردة عند فول تاني، يعني احنا كل يوم عند فول. تمام. احنا كل يوم عند فول، يعني بتشوف شغل في المحل وشغل خارج المحل. تمام. اهو. بكده معانا المرتبة من أول شغلة. من أول شغلة لحد فوت وغرس وكل حاجة. والله والله شغلة بيد الله. بص. شغل بيد الله. هتفرج كده برضه على الغرس وهتفرج برضه على الغرس. لا نور استاش خش برضه صور جوه كده. ترن عليه ولا هو اللي يجي لك الواحد؟ ده هو صاحب القناه. ما بنيش عليه، انا لقيت عليه. هو صاحب القناه. خش جوه كده صور المكنه وصور الحاجه جوه. ماشي. عايزين انتوا شايفينها بقى عاملين شغالين اهو. لا لا لا. تمام. دي الاست عبد الله اهو. اسط عبد الله. انا شغلي تاني يا جماعه. هو ستايما شغال. الله ينور يا اسطى. ستايما شغال في المرتبة دونكو. احنا شغالين في كذا مرتبة مش مرتبة واحدة. تمام. هو برضو ايه خياطهم لا غرز. شوفينا فين الشغل. انتوا شايفين هنا ده شغل المراتب. مركب مرتبة من الأول خالص. يا عم محمود لا طبعا محمود بيروح في اي مكان. يعني انتوا شايفين دي شغلنا برضه. اقولكم اهم حاجه النظافه يا جماعه. انا لما اشتغل اهو مفيش اي قطنيه خالص. ده ميزه عم محمود بيشتغل في المكان والمكان نظيف. اسمها ايه طيب؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ شفا؟ مين ايه؟ ممنون. طبعا.
لك ايه؟ قال لي ايه ده؟ يا عم محمود مرتبة عادية غير المراتب التانية صح؟ اه اللي احنا عملناها اه دي مراتب من المراتب الكبيرة اهي اكبر مقاس اهي دي اكبر مقاس اه اكبر مقاس ابو طارق مراتب الطبية برضو بتتعمل عندنا يا جماعة كل حاجة بنعملها عندنا عايز مراتب طبية بنعملها ابو طارق النبي عايز ايه يا حاج عايز ايه وانا جاي ربنا بقى كده يا جماعه بصوا المرتبه الثانيه برضو تخلص بالمستشفى شغال فيها اهو دي الشغلة قدام الو دي الشغلة اهو قدامكم كده ساعة عارف فيها اه شغل اهو خد الايدي انا ورا 16 ايه دكتور كده كده